اهلا بحضرتك. بالرغم من المصري القديم عارف اهميه البذور الذاتيه من اكثر من 5000 سنه، ولقيناه بيتكلم عن بذره الكتان كشفاء ودواء موجود في المقابر المصريه القديمه وفوق جدران المعابد، الا ان مصر بتستورد الان بعد مرور كل هذه السنوات اكثر من 95 بل قد يصل الى 98% من احتياجاتها من الزيت من الخارج. كتير من المعاصر تم اغلاقها وتدهورت كمان صناعه الزيوت في الفتره الاخيره. عاوزين نبحث هل احنا في حاجه الى زراعه اساسا نباتات زيتيه ومحاصيل زيتيه ولا لا؟ هل احسن لنا ان احنا نستورد ولا ان احنا نزرع؟ ايه السبب في الفجوه الكبيره دي في الاسواق؟ ويعني كمان نتعرض لزيت التموين وحالته وكيفيه التفتيش عليه. كل هذه النقاط هنفتحها النهارده مع ضيوفنا الدكتوره سمر احمد منير رئيس بحوث قسم بحوث المحاصيل الزيتيه. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. والاستاذ العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجاره الداخليه. اهلا بحضرتك. احنا كنا عندنا تقرير محضرين وعن راي الشارع في زيت التموين وفي الزيت الحر، هنشوف ونسمع مع بعض راي الشارع ونرجع نبدا حوارنا فورا مع ضيوفنا. هل تفضل زيت التموين ولا الزيت الحر؟ والله لا، الزيت الحر طبعا. هو زيت التموين ده للاسف يعني هو ده زيت للبني ادمين اصلا تستخدمه، يعني ده المفروض ان الحكومه تخلي بالها من النقطه دي كويس قوي. من الشعب المواطن النهارده يعني تعبان مش مستحمل عيان ومريض، ما هو من الحاجات اللي احنا بنستخدمها اساسيات البيت هو الزيوت دي. فالزيت ده يعني ايه المشكله لما تخليه زيت نضيف شويه وتقل الكميه ازازه نص كيلو، يعني قلها كيلو قلها ازازه، اللي باخد 6 اديله 5، اللي باخد 5 اديله 4، بس اديله زيت نظيف شويه عباد شمس زي اللي بنشوفه في السوبر ماركت. ولو الزيت الحر في متناول الجميع والناس تعرف تشتريه يبقى ده احسن، يبقى اقدامي للبشر ان هي تعرف تستعمله. لكن لو كان هيبقى غالي الناس الغلابه بتروح للحاجه الرخيصه. فالمفروض ان الحكومه تتعامل مع الناس بان هي بشر مش حيوانات، لان في فتره من الفترات كان الزيت بتاع التموين يعني زي زيت العربيه، كان بيبقى ريحته وحشه طبعا جدا وبذيء غير ادمي للبشر. زيت التموين معروف يعني معروف تقيل على المعده، تقيل عايز يتحط له خليط بزمه شويه، يعني حط له خليط صويا شويه، حط له خليط بذره القطن ويخف عليه شويه، عباد شمس يديله سنه كده شويه برضه بيفتحه كده شويه بيخليه خفيف على المعده. ممكن شهر يبقى الزيت نظيف وثلاث شهور الزيت مش كويس غامق ومش حلو، لكن الزيت الثاني اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت بيبقى على طول هو يعني ابيض. عمرك ما تروح في سوبر ماركت تجيب ازازه مره لونها فاتح ومره لونها غامق. ايه مميزات زيت التموين؟ يعني ممكن استخداماته ايه ومميزه ايه؟ والله هو زيت التموين يعني كويس بالنسبه للكوليسترول والاشياء ديت، لان والاليه وكل حاجه بتستخدم فيها في معظم البيوت بيستخدموا زيت التموين. في ناس ما بتقدرش تجيب الزيت بتاع الشركات اللي بره وبتاع، فزيت التموين ده بيكون احسن شيء. مميزاته ان هو زيت نقي ونظيف، ما لهوش ريحه بذيئه، ما فيهوش كوليسترول كتير، بس يعني ما فيهوش حاجه تضر البني ادم. المفروض نرتقي شويه يعني بالمواد التموينيه بالمواد الغذائيه، يعني نرتقي بيها مش بالطريقه اللي احنا فيها دي. عودة لحضراتكم وبنجدد التحية بضيوفنا، وطبعا هنبدأ مباشرة من التقرير، والتقرير يتكلم عن زيت التموين وكأن هناك فجوة في الثقة دائمة بين المواطن المصري وبين الحكومة. يعني حتى لو كان زيت التموين كويس، وأنا هعرف إذا كان كويس ولا لأ دلوقتي، لكن المواطن فقد الثقة فيه. حتى المواطن الغلبان اللي مش لاقي أحيانا بيضطر يشتري من بره الزيت الحر علشان احساسه بانه الحاجه الخاصه هي اللي دايما افضل. وده يعني هنوجهه مباشره الاستاذ العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجاره الداخليه. ليه ازمه الثقه دي؟ زيت التموين عملته فيه ايه خليته المواطن يشتكي؟ لا والله هو بالنسبه لزيت التموين هو كان في سابق عهده قبل قيام ثوره 25 مجيده في النظام القديم كان نسبه الخلط ما بين عباد الشمس والصويا كان نسبه 25% عباد شمس وكان صويا 75%. بعد كان الثوره والتعديلات اللي احنا عملناها
وزاره التموين انتاجت نهج ان هي تخلي الزيت افضل نقاء للمواطن بناء على طلبه، لان ده حاجه تعتبر مال الشعب، هو محتاج ان هو طلبه كده، هو عايز كده. فابتدينا احنا ننقي شويه ونفرض على الشركات حاليا دلوقتي اللي بيحصل انه يحط 50% عباد شمس و 50% صويا. ده ما هو اللي اداله نقاء زياده واداله جوده زياده. ولكن برضو لا يعني ان غمقان لون الزيت مش يعني ان هو فاسد، مش يعني ان هو وحش، بل ان زيت الخليط ده هو افضل الانواع لاستخدام الاسره او البيت. ليه؟ زيت متحمل لدرجه الحراره، تقدري تقلي بكميه بسيطه منه كميات كبيره من الاسماك مثلا، او تطبخ بيه فترات طويله، ممكن تقضيكي ايام كتير جدا من الشهر، خلاف الزيت اللي بتباع في السوبر ماركت او المحلات زي زيت عباد الشمس الصافي. لا يستحمل القلي، مش هيصمد مع زائد انه ليه مضر استخدامه الفردي. وطبعا الدكتوره معانا سمر يعني تقدر تفيدنا بالكلام ده اكتر، انه اكثر تخصص مني في الكلام ده. استخدام زيت عباد الشمس لوحده في عمليه القلي او الاكل او كلام من ده بيسبب ضرر فيما بعد للبني ادم او للمواطن. فكان افضل زيت او افضل حاجه ان كان يعمل زيت خليط ما بين زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا، بما ليه من افاده ان هو بيصمد في القليه، بيصمد كقيمه غذائيه كويسه جدا، مضاف الى فيتامينات زي الالف والدال والباء. ومميزاته كمان ان هو زيت رخيص الثمن، متوفر لدى البطاقات، الدوله بتدعمه، خلاف الحر بتبقى باسعار طبعا 10 لا بتبقى اكتر من كده. يعني انت عندك مثلا فيما بعد بعض الشركات الخاصه بتبيع اللتر بتاعها ب 15 جنيه ده اللتر، اللي هو يعتبر 29 جرام مش كيلو. لكن انت طبعا النهارده المواطن بيروح يجي ياخد الكيلو بتاعه زيت التوميني ب 3 جنيه ونص. تمام. احنا حضرتك قلت دلوقتي ان هو خليط بين عباد الشمس وفول الصويا، وعاوزين بقى هنا نركز مع الدكتوره سمر الانواع اللي موجوده اساسا، يعني انواع الزيوت اللي موجوده في مصر هي ايه؟ وهل في نوع مفضل عن نوع؟ والخليط اللي بيتكلم عنه الاستاذ عربي ده هل هو مفضل بالنسبه لنا كمصريين في البيوت ولا لا؟ هو طبعا احنا عندنا لما نيجي نتكلم على الزيوت بنقول ان الزيوت الصحيه والزيوت اللي هي افضل لصحه الانسان اللي هي الزيوت الغير مشبعه. اللي هي زي ايه الزيوت الغير مشبعه عندنا؟ احنا بنتكلم على زيت زهره الشمس، زيت الصويا، زيت السمسم، زيت فول السوداني، زيت الارطب، زيت الكتان. لو جينا نتكلم بقى هنحط ايه نمره واحد في الزيوت، ايه نمره اتنين في الزيوت، ايه نمره ثلاثه في الزيوت، هقولك طبعا زيت الزيتون، زيت السمسم، نيجي زيت عباد الشمس، عندك بعد كده هناخد في زيت الفول السوداني، زيت الصويا، زيت الكتان، عندك بعد كده في زيت بذره القطن. بس احنا دلوقتي زيت بذره القطن عندنا بالنسبه لنا قلت الكميه جدا لقله مساحات القطن. يعني لما هنيجي نتكلم نقول ايه الاستخدامات عندنا في مصر هنا، احنا لما نيجي نقول مثلا ان نسبه الزيت اللي بتطلع من محاصيل فيها نسبه زيت عاليه، احنا ما بنستخدمهاش هنا كمحاصيل زيتيه او نستخرج منها زيت. يعني انا عندي مثلا نسبه الزيت عاليه في السمسم توصل كتير جدا، يعني بتوصل 60% في البذره من السمسم، لكن انا ما بستخدمهوش كزيت، ما بستخدمش المحصول ده ان انا اطلع منه زيت، انا بستخدمه في الحلاوه الطحينيه وصناعات المخابز وحاجات الحلويات والحاجات دي. فول السوداني عندي نسبه زيت عاليه فيه في الحبايه بتاعته، لكن انا ما بستخدمهوش في استخراج زيت، انا بستخدمه في البردك في المخابز والحلويات وكده. زيت الزيتون هو ده موجود عندي، بستخدمه، سعره غالي، سعره مش موجود. امال السمسم والزيتون اسعارهم ارخص؟ السمسم يعني؟ لا، هو السمسم اساسا السمسم هنا اساسا في مصر ما بيطلعوش منه زيت، هو لكن لو استخدمناه هذا الاستخدام هل ممكن ان هو يتيح لنا برضو سعر متدني زي ما بنتكلم مثلا استاذ عربي انت لو انت عملت او عباد الشمس؟ هقول لك هو الصويا مش هيبقى رخيص برضو، ولا عباد الشمس دلوقتي هيبقى رخيص، يعني حاليا في الاسعار دي مش هيبقى. زيت السمسم لانه معاصر بتاعته قليله، لو لقيتيه هتلاقيه سعره يقارب زيت الزيتون. جوده زيت السمسم تعادل جوده زيت الزيتون. زيت السمسم يعني صحي جدا، دول شرق اسيا كلها بتاكل بزيت السمسم. ان هو ما فيهوش الطعم بتاع زيت الزيتون اللي مش مستساغ عندنا كشعب مصري،
ده بالنسبه لزيت السمسم. زيت عباد الشمس من احسن انواع الزيوت، زيت كويس جدا، الى ان احنا عندنا في مصر هنا كل بيتجه الى ان هو يستورد الزيت، ما بياخدش من الزراعه اللي موجوده من المزارع. يعني انا مثلا لما اقول للمزارع ومتوفر اصناف الزيتيه بتاعتنا اللي موجوده وبنعمل ندوات ارشاديه وكل حاجه، لك مزارع يقول لك مين اللي بياخده مني؟ فين المصانع اللي هتاخد عباد الشمس او زهره الشمس الزيتيه منه؟ لكن هو نوع حلو جدا. بره عشان عمليات القلي والعمليات زودوا حمض معين اسمه حمض الاوليك، زودوه في الزيت بتاعهم علشان يستحمل عمليات القلي. احنا عندنا في مصر هنا طبعا عشان ارتفاع الاسعار وبنستورد كميه كبيره، احنا ما بندورش بقى على الجوده بتاعت الزيت ايه هي، ما بدورش ايه الزيت اللي هو بتاع عباد الشمس اللي بيستحمل درجه حراره عاليه، انا عايزه ايه؟ اجيب زيت يكون سعره قليل. فبيروحوا متجهين انهم ياخدوا ايه؟ بيروحوا متجهين انهم ياخدوا الزيوت اللي سعرها قليل. يعني في حتى داخل عباد الشمس انواع، انواع اقل سعرا فهي اقل جوده او اقل تحملا للالف. ايوه بالظبط. زيت الصويا زيت حلو جدا بردك من الزيوت الكويسه. الزيوت دي كلها اللي انا بقول عليها زيوت غير مشبعه، الزيوت دي بتوفر حاجه للانسان جسم الانسان ما بيكونهاش، اللي احنا بنقول عليها اوميجا 3 واوميجا 6، دي هو اللي بيوفرها الزيوت اللي انا بقول لحضرتك عليه. زيت الكتان زيت حلو قوي، بس زيت الكتان ما يتحطش على النار. يعني لو حطيتي شويه زيت كتان على الفول وسبت شويه ما تسخنهوش، تاكليه بارد، لان زيت الكتان هتحطيه على النار هيبقى زيت بويه، لكن هو يتاكل على البارد. تمام، هنرجع لحضرتك ونكمل معاكي، بس نعرف برضه في نقطه انت كنت بتتكلمي، نتكلم على الزيوت المخلوطه. أيوة. انا عشان انا زيت عباد الشمس فعلا ما يستحملش ان انا احطه على النار للقليه، لما بحط زيت بلند او زيت مخلوط بيستحمل درجات حراره اعلى، فبالتالي بيبقى افضل في ان انا اعمله عمليه قليه. وبالتالي حضرتك شايفه مش زي المواطنين اللي شايفين انه ممكن يكون الخلط ده بيخلي زيت التموين رديء النوعيه، حضرتك شايفه ان الخلط ده ممكن يؤدي الى نوعيه كويسه فيما يتعلق بالقلي. بالقلي ودرجات الحراره العاليه. تمام، نرجع لحضرتك استاذ عربي، وعايزين نعرف كميات الزيت التموين اللي بيستهلكها المصريين قد ايه تقريبا؟ يعني كم واحد مشترك في بطاقات تموين وبياخدوا زيت قد ايه تقريبا؟ حاضر، بس ان الاول طبعا هوضح نقطه صغيره. اتفضل. تعليقا او تعقيبا على كلام الدكتوره سمر، بالنسبه للزيوت اللي هي بتتباع في السوبر ماركت اللي هي الشركات الخاصه المتخصصه في زيت عباد الشمس او زيت الزيتون او الزيت دي، اولا هي اسعارها غاليه جدا، ثانيا لا تتلائم مع الاستهلاك المصري. افضل شيء للاستهلاك المصري او المواطن المصري بالذات اللي هو صاحب الدخل البسيط اللي هو زيت التموين، ان هو بيتلائم مع ظروف استخدام بيستحمل درجات عاليه من النار عشان الاليه، وممكن يستخدم على البارد وبقى افضل برضه وكويس ومفيد صحيا للبني ادم او للمواطن المصري. بالنسبه للكميات، طب قبل ما ندخل على الكميات برضه خلينا في الجوده والنوعيه. احيانا الناس تشتري يعني ازايز زيت، تلاقي مثلا بعض الازايز زيت فاتح والبعض الاخر زيت غامق، ليه بيجي تغير اللون ده اذا كان هي نفس الخلطه اللي بتستخدم في كل الزيوت التموين واحده وثابته؟ هقول لحضرتك على حاجه. طبعا بالنسبه لوزاره التموين هي بتتعاقد على مواصفات معينه من اجود الانواع وافضل المواصفات للزيوت دي مع الشركات. سبق في اول الكلام قلت لك لا يعني تغير لون الزيت الى غامق انه معناها انه رديء. يجوز تكون العبوه نفسها يكون لونها مختلف. يعني ما بتكونش اللون الصافي الشفاف. لا هو الزيت هو لا، ما انا بقول لحضرتك يعني معلش، احنا لو جبنا حاجه زي الميه حطيناها في زيت يعني في عبوه اقل درجه او اقل نقاء لتوفير جزء من المال لبعض الطامعين، فده بيغير زيت اللون بيخليه غامق شويه، لكن مش يعني ان هو الداخل جوه او العبوه او المحتوى بتاعها انه وحش او غير مطابق للمواصفات. دي نقطه. واذا كان غير مطابق للمواصفات، اذا تم ثبوت
احنا كمفتشين تومين على مستوى مصر اذا تم ثبوت دوت بالتحليل من زيت الدغن بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه فورا. خلاف كده حضرتك اللي بيخلي العمليه بتاع تداول الزيت اللي بنسميها تداول النقل او مراحل تداول او حلقات النقل بتاعت الزيت متعدده. يعني عندك الوزاره بتتعاقد شركه الجمله اللي بتستلم او اللي هي قطاع شركه الجمله اللي بتستلم الهيئه العامه للسلع التموينيه بتبتدي توزع او بيبتدي يوزعوه بعد كده على المجمعات السلكه في المحافظات اللي هي الجمله الكبيره، بعد كده بيوزعوه على الفروع في المراكز، بعد كده بتتنقل من المراكز او الفروع الجمله الصغيره ديت الى البقال التوميني، بعد كده البقال التوميني بيديها للمواطن. اذا هنا في ست حلقات تداول والست حلقات دول بست طرق مختلفه بمراحل نقل مختلفه، هل انت تضمني ان احنا في الجنه وكل الناس دي كويسه؟ طب هو في تفتيش اساسا على الانتاج من المنبع هيبقى فيه مواصفات، هل في تفتيش على المواصفات دي اثناء يعني تصنيع الزيت ده؟ اثناء تجميع الزيت واثناء توريده بيتم اخذ عينات عشوائيه وتحليلها، وان ثبتت صحتها بيتم الموافقه على توريدها الى المجمعات. لكن طبعا بيتاخد عينه عشوائيه لكن بعد كده بتمشي في طريق. طب وكميات اللي بتصل للناس في البيوت من الزيت قد ايه تقريبا؟ يعني حضرتك احنا قلنا لو قلنا احنا عندنا 18 مليون و200 الف بطاقه على مستوى مصر كلها. في اخر الاحصائيات ان بيستفادوا منها داخل البطاقات التموينيه ديت حوالي 69 مليون مواطن و 450 الف او 500 الف. فاذا قلنا كميات الزيت اللي بنضرب في ثلاث ازايز تقريبا اللي لا مش في ثلاث ازايز حضرتك، مش في ثلاث ازايز، احنا بنضرب في لتر ونص للفرد، كيلو ونص للفرد. فكيلو ونص للفرد لو ضربناها في 69 مليون و 450 الف هنلاقي تقريبا في حدود 104 الف و 625 طن، ده شهري. طيب ده رقم كبير قوي يا دكتوره سمر، هل احنا يعني طبعا زي كنا بنتكلم عن احنا بنستورد 95% تقريبا من احتياجاتنا، احنا الاول بنستورد قد ايه من الزيت من خارج؟ بنزود فوق ال 98%. فوق ال 98% يعني معنى كده ان معظم الزيوت اللي بيتكلم عنها استاذ عربي دي هي مستورده من الخارج، بيتم بس تعبئتها هنا مع خلطها يعني هي تستورد. بس تعليق واحد، ممكن تغيير لون الزيت بيجي نتيجه سوء تخزين. يعني تغيير لون الزيت سوء نتيجة التداول نتيجة التخزين نفسه ممكن يغير لك لون الزيت كمان. طب انا استاذن حضرتك ناخد بس اتصال هاتفي ونرجع نكمل مع حضرتك. الحاج عبد العال صاحب معصره في شمال سيناء، اهلا بحضرتك حاج عبد العال. اهلا بحضرتك واهلا بضيفك حضرتك بضيوف حضرتك ومرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. انا عايزه بس استعرض اهم المشاكل اللي بتقابل اصحاب المعاصر يعني علشان احنا عاوزين ننمي حكايه عصر الزيت وننمي الصناعات الزيتيه في مصر، فايه المشاكل اللي بتقابل حضرتك؟ والله يعني احنا نتمنى الاهتمام بزيت الزيتون في 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 محافظه سيناء بكل شمال وجنوب. لان حتى ربنا لما ضرب مثل في القران قال وشجرته تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. هي فعلا شجره الزيتون اللي هي موجوده في الشمال وفي جنوب سيناء. احنا لو وجدنا ما في زيت الزيتون من فوائد كل مواطن مصري هيزرع شجره داخل البيت. فبفوائد زيت الزيتون لابد ان احنا نضع زيت الزيتون في المقام الاول. وحضرتك سعر النهارده زيت الزيتون متقارب جدا بالنسبه لسعر الزيت العادي. يعني حضرتك بتقول انه يعني احنا دايما نظرتنا لزيت الزيتون هو اغلى بكتير من الزيت العالي، فالزيت العادي حضرتك بيحصل في المواسم احيانا بيوصل جمله ل 12 جنيه الكيلو. يعني معنى كده عندكم استعداد مثلا توردوا بقى لوزاره التموين او لغيرها ب 12 جنيه الكيلو؟ يا ريت. بيبقى موجود في بعض المواسم بيبقى بيوصل 12 جنيه الكيلو السنه اللي قبل اللي فاتت بالظبط. لكن يعني هو ممكن يعلى عن كده دي في اوقات ممكن يعلى حسب الانتاج. طب ايه اللي يخلي سعر زيت الزيتون ممكن يرخص عن كده فيصبح يعني بيستعمل على نطاق اوسع وبالتالي تشتغل المعاصر ويتم الاهتمام بزيت الزيتون اكتر من كده؟ هو حضرتك يعني معلش لو تم
صناعة تجارة زيت الزيتون. يعني احنا لو اهتمينا بشجرة الزيتون، احنا المزارع المصري او في سيناء بالذات بيزرع بالفطرة دون وجود اي ارشادات زراعية، دون وجود سلالات من الاشجار اللي هي خفيفة الانتاج وخاصة انتاج الزيت، دون وجود اي ارشادات. ولكن لو وجدنا هناك منظومة لزراعة زيت الزيتون على اعلى وافضل ما يكون، سواء في سلالات الاشجار او سواء في مواسم الزراعة او سواء في الوقاية او في التسميد بالمنظومة الزراعية، هنبص نلاقي ان الشجر بينتج انتاج كبير. الحتة الهامة ان كيف يصل الامر الى ان يكون الانتاج من الشجر الى الحجر، علشان ما يستنى فترة من الزمن فيصاب بحموضة. فاحنا نتمنى ان يكون يوم ما بيتم الحصاد، يوم ما بيتم طحن الزيت او عصر زيت الزيتون. طيب احنا بتواجه طبعا المزارعين عندنا مشاكل زي ما حضرتك، المشاكل الإرشادية، ثم المشاكل التسميدية، ثم احنا بنطالب حتى في كل مكان بدعم المنتج السيناوي من وزارة الزراعة لتشجيع المزارع على انه يستمر في زراعة زيت الزيتون. الحاجة الثانية، هحاول اجاوب على النقاط دي يا فندم مع ضيوفنا. بشكر حضرتك حاج عبد العال صاحب احد معاصر زيت الزيتون في شمال سيناء. ودكتورة سمر خلينا نجاوب على الكلام ده، يعني هو بيقول انه ممكن لو كان في يعني زي تقاوي افضل، زي مثلا ارشاد بشكل افضل، لان هو بيزرعه بالفطره، ممكن ده يخلي الزيتون يبقى اكتر ويرخص ثمنه. رد حضرتك ايه؟ هل احنا عندنا امل في المنطقه دي ولا لا؟ هقول لحضرتك، واحنا طبعا عندنا جمهوريه مصر العربيه كبير في مناطق معينه. سيناء صحيح بتتميز انها بتزرع زيت زيتون كويس، او اشجار الزيتون عندها كويسه. لو احنا خصصنا لكل منطقة في مصر ايه المحصول الزيتي اللي بينجح فيها، اكيد هيبقى افضل. ده وجهة نظر ليا يعني. فمثلا لو احنا اتجهنا لسينا وقلنا ان اشجار الزيتون بتنجح في سينا، واكيد قسم الزيتون او في معهد البساتين، انا مش في معهد بساتين، انا معهد محاصيل، اكيد في قسم البساتين في عندهم سلالات جديدة وفي عندهم هجن جديدة. هو لو راح مركز البحوث الزراعية قسم البساتين هيلاقي سلالات زيتون جديدة، هيلاقي إرشادات كتيرة، أكيد ليهم ندوات وليهم حاجات، لأن ده خطة وزارة كلها. إحنا كخطة مركز لازم لينا علاقة بالمزارع، لينا ندوات إرشادية، لينا أصناف بنطلعها. فأكيد إن في الزيتون هتلاقي فيه أصناف كويسة. أنا مش في قسم الزيتون، بس انا بقول لك اكيد ان هناك في القسم هناك هتلاقي فيه اصناف كويسه، هيلاقي ندوات ارشاديه، هيلاقي حاجات كتيره تنفع اشجار الزيتون. انا بتكلم، انا بالنسبه لي او تخصصي، انا مش شجر زيتون، انا تخصصي المحاصيل اللي هي بتاخد فتره قليله في الارض، بتبقى محصول مش اشجار. زي عباد الشمس مثلا، زي عباد الشمس والسمسم، الكانولا، القرطن كده يعني، ممكن الكتان، فول الصويا. ده التخصص اللي عندنا يعني. استاذ عربي حضرتك كان لك تعقيب. هو تعقيبي في الموضوع ده ان انا قبل كده من ايام الدكتور جود عبد الخالق والدكتور وزيد واللي هم الوزراء السابقين من بعد قيام الثوره، حتى الان دايما انا بنادي بحاجه واحده بس، ايه هي؟ لابد عشان نوفر المنتج او من ضمنها القمح او الزيت، لابد من زراعته داخل جمهوريه مصر العربيه، والمنتج المصري اولى به المواطن المصري. ولا يحدث ذلك ولا هيتم ولا عمره هيتوفر في مصر الا بطريقه واحده بس، ان يتم التعاقد مع او عمل بروتوكول مع وزارة الزراعة والتعاقد مع الفلاح. ازرع الارض دي قمح وانا هشتري، عايز مقدم خد، عايز تقوي على حساب القمح ده اتفضل، عايز مصاريف اتفضل. ابتدي افضل جدا من ان انا ادور واقعد الف حوالين نفسي عشان الاقي عملة صعبة. وهنا برضو عايز اشكر، بس طبعا هنا معلش يعني حتة كده يعني نتك عليها شويه. هناك بعض المصالح المستوردين عاوزين يفضلوا يستوردوا،
ده يعني واضحه جدا. طب دكتوره سمر، يعني هنا الاستاذ عربي بيقول ان افضل حل لينا هو ان احنا نزرع الزراعات التحضيريه صح؟ اه لغيرها من كل المحاصيل اللي بيحتاجها كل المحاصيل اللي بيحتاجها. لكن هل احنا لو زرعنا محاصيل زي دي ممكن تجور على حساب محاصيل اخرى؟ فهنا الافضل ان احنا نستورد دي عشان نزرع مثلا قمح، عشان نزرع حاجه ثانيه نوفر الارض الزراعيه لحاجات ثانيه، ولا التوازن بيجي ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا المحاصيل اللي انا بتكلم عليها دي بقول لك ان انا مش هزرعها في اراضي الوادي اللي هي بيبقى ليها تنافس مع المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح والذره، لا انا المحاصيل بتاعتي بتنفع في الاراضي الزراعيه الجديده. خلاص؟ يبقى ممكن ازرعها في الاراضي الزراعيه الجديده، وخصوصا ان صغار المزارعين اللي هم في الاراضي الزراعيه المستحدثه حديثا والزراعات الاراضي الزراعيه الجديده بيبقوا بيدوروا على حاجه مين يشتري منهم. فانا لو نشرت المحاصيل بتاعتي دي في الاراضي دي اكيد ان انا هاخدها منهم والناس هتزرع وهيبقى في اقبال عليها. تاني حاجه، احنا المحاصيل بتاعتنا ممكن ان احنا نزرعها تحميل على محاصيل اخرى، وبالتالي انا بستغل حتى لو زرعتها في الاراضي القديمه، بالتالي انا بستغل مساحه الارض. يعني ايه هقول ايه؟ يعني مثلا انا عندي زهره الشمس ممكن ان انا احملها على لب بطيخ، ممكن احملها على طماطم صيفي وشتوي، ممكن احملها على قصب السكر الخريفي، ممكن احطها في جناين او المزارع اللي هي حديثه الاشجار اللي هي بتاعه البرتقال وبتاع، ممكن ان انا ازرع زهره عباد الشمس. وفي طرق للزراعه معينه احنا بنقولها للمزارعين وكل ندواتنا بنقول عليها، الاصناف بنقول عليها تعمل ايه تسمد ايه وكل حاجه. المزارع هنا هياخد بالاضافه للمحصول الرئيسي بتاعه ممكن ياخد محصول سنوي معاه اللي هو محصول زهره الشمس اللي موجود، هتوفر عليه يعني مثلا في الطماطم هيوفر عليه عمليه البوص اللي بيحطها عشان يدفي الطماطم في الشتاء وعشان يحميها من الشمس برضه، هيوفر عليه البوص. لب البطيخ شرحه، فانت بتاخدي دي ممكن ازرع المحاصيل الزيتيه في الاراضي دي. عندي محاصيل تنفع طول السنه زي زهره الشمس انا ممكن ازرعها طول السنه اخد منها محصول، وفي محاصيل عندي شتويه ومحاصيل صيفيه. يعني انا لو وجهت اهتمام او اهتمام اكتر للمحاصيل الزيتيه هزرع صيف وشتاء، ممكن اقلل الفجوه. احنا يعني عشان الفجوه كبيره انا بقول لك احنا محتاجين لكل محصول زيتي، يعني زيت الزيتون محتاجين له، زيت الكتان، السمسم، كل ان احنا محتاجين لكل دي للمحاصيل الغذائيه، لان في محاصيل تانية تصنيعيه. تنوع في استخدام المواطن المصري للزيوت خلاف ان انا كمان هوفر عمله صعبه ان انا هصدر. عشان 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 يتم الكلام ده، عشان يتم بطريقه استراتيجيه قوميه لابد من يحدث تعاون ما بين الوزارات وتتكامل الرؤى بتاعتهم والعمل في ان احنا بنجيب المزارع والفلاح بنطوره بنرشده بننزل المشرف الزراعي بننزل التكليف انك تزرع الارض دي، عايز تقاوي خد، بنوفر له اجود التقاوي ونوفر له اجود الاصناف والانواع، بنوفر له السماد اللي هو عايزه سواء عضوي او سواء كيماوي، نوفر له كل الحاجات دي، هنوفر على مصر كتير جدا جدا جدا. قبل ما نوفر الحاجات دي نقول له هناخده منك. لا ننظر الى اصحاب المصالح. يعني لان ما يظلم الدوله هو اصحاب المصالح. طب ما هنا بيستحضرني بقى، بما ان حضرتك ذكرت الدكتور جوده عبد الخالق، ان هو لما مسك الوزاره وقال برضه في اصحاب مصالح في الرز في اشياء اخرى، كان هو عاوز يقاومهم يعني، لكن لم يمهله الوقت. فهل حضرتك شايف انه فعلا اصحاب المصالح دول ممكن يعطلوا المراكب السايره في ملف الزيت؟ يعني احنا ممكن نقول ايه بقى؟ هقول لحضرتك يعني في مثل قديم كنا بنقوله ايه؟ بيقولوا يا فرعون ايه فرعنك؟ قال له اتفرعنت ولا حدش ربني. فجميع اصحاب المصالح اتفرعنوا خلاص. وبقت شوكتهم اقوى يعني من اي سلطه. لان بقى الكنز بتاعهم هو الدعم. وكيف يستنزف الدعم مدى الحياة لصالحهم هم وعائلتهم وأسرهم. فهم بيستغلوا الدعم الموجه للغلابة دول بأنه يجيب حاجات من بره ويصب عندكم ويضمن نفسه ويضمن يعني تجارته. أنا قدمت مقترح يعني في موضوع خلاف موضوع الزيت، كيفية توزيع الدعم إلكترونيا وخطة بديلة بالإلكتروني ونصف إلكتروني وخطة بديلة اللي هو المانوال
اليدوي العادي. يعني ده موضوع كبير، موضوع كبير جدا، محتاج حلقه عن الدعم. واربع والاربع مراحل سواء المحروقات والبوتاجاز والخبز والكمان الايه الوادي التمونيه. طب خلينا ده يعني نتناوله في حلقه مستقله، لكن حلص. علشان الوقت بيخلص دكتوره سمر، انا عايزه لحضرتك يعني من خلاصه ابحاثك ويعني في هذا المجال ومجال الزيوت، الحلول اللي ممكن من خلالها يعني نخطو خطوه لتقليل الفجوه الغذائيه فيما يتعلق بالزيوت، مش بنتكلم حتى عن سد الفجوه ولا لكن التقليل عشان نزود عمله صعبه لصالح مصر، نعمل ايه؟ هل هو التعاقد مع الفلاحين؟ هل اقناعهم بزراعات معينه؟ نعمل ايه؟ اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا عشان نزود التوسع في زراعه المحاصيل الزيتيه اهم حاجه، قلت اولا حاجه اهم حاجه اهم حاجه ان انا اعمل تعاقد مع المزارع علشان يقدر يرضى يزرع لي. طبعا انا لازم يتوفر عندي الاصناف، ودي الحمد لله الاصناف عندنا من المحاصيل الزيتيه موجوده، الاصناف وزاره الزراعه موفره الطرق الزراعه والتوصيات الفنيه الموجوده لكل محصول دي موجوده. تاني حاجه يعني يبقى في تعاون فعلا زي ما قال الاستاذ عربي، ان يبقى في تعاون مع الوزارات، ان انا اجيب المصنع اقول له تعالى انا عندي يعني مساحه معينه اعمل زراعات تجميعيه للمحاصيل الزيتيه، يعني اقول المساحه دي مثلا هتزرع كلها زهره عباد شمس ماشي، فهتديني مساحه كبيره، هتديني محصول كتير. المصنع نفسه ما يجي ياخد عندها المصنع ما يجي ياخد المكان ده هياخد منه ايه زيت كويس، يعني هيبقى فيه عنده اربحيه، المزارع هيربح، المصنع نفسه هيربح، هوفر عمله على الاقل هقلل الفجوه بتاعت وهتبقى العمليه تقل مره في مره مره. طبعا مش هقول يعني انا مش عايزه اشكر يعني فينا ان احنا بنقوم بندوات ارشاديه، بنروح للمزارعين، وزارة الزراعة بتعمل حملات، يعني مثلا في حملة محاصيل زيتية، في ان احنا نروح للمزارعين ونوعيهم ونقول لهم، بس في الاخر المهم ان خطة شاملة من قبل الدولة. لازم يبقى في زراعات تجمعية للمصانع تاخدها وان المصنع ياخد من المزارع بدل ما يروح يستورد. تعاقد مع المزارع على طول زي اتحاد الدواجن مثلا متفق على الدورة. تعقيب اخير بحضرتك، لابد أن تكون هناك خطة قومية استراتيجية تتبناها الدولة، وأي وزير يجي موظف ينفذ، مش عايز ينفذ اللي الدولة عايزاه وعايز ينفذ فكره يعمل له مشروع خاص بره. استراتيجية تعيش لسنين بالظبط كده. أنا المفروض أنا عشان أكون دولة كويسة ومحترمة بعمل استراتيجية تكفيني 100 سنة قدام أقل حاجة، وقابلة للتوسع للاجيال القادمه، لان في تنوع مستمر في البشر. خلاف اللي احنا المشاكل اللي بيتعرض لها مصر سواء في القمح او في الزيت هي الاقلال وحرق الرقعه الزراعيه. يعني بنى موجود، ده طبعا يعني يعتبر خلاف طبعا نقص الميه وموضوع اثيوبيا مواضيع كبيره، بس الحاجه ان احنا بس رجاء وحيد بلاش يا جماعه ان احنا نرجع لاستيراد زيت النخيل. يا جماعه زيت النخيل ده زيت مش كويس، مش حتى كويس. توعيه بقى للمشاهدين، لما هم ما يشتروش زيت النخيل هنبطل نستورد. بلاش زيت النخيل، خلينا زيت النخيل عباد الشمس. هو ناخد زيت عباد شمس، زيت ذره، زيت زيتون، او زيت صويا. لانك هو زيت التومين اصلح في بالنسبه للاستخدام، وزيت عباد شمس الاستخدام المصري سواء درجه الحراره او البروده. انا بشكر حضراتكم جدا، شكرا للدكتوره سمر احمد منير رئيس بحوث بقسم بحوث المحاصيل الزيتيه، شكرا لحضرتك. شكرا للاستاذ العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجاره الداخليه، شكرا لحضرتك.